تكون عمتي وقالت لي عاقله، قالت لي مشى حبيبي مشى خويا. انا في ديك اللحظه كنشوف التليفون بديت كنبكي، كنقول لها لا لا ما يمكنش يعني، وطحت. شي في دوك الشهوره كان كيوجد بغى يجي يشوف في اسبانيا، يزور في اسبانيا، واش صحيح ولا غير هضره هادشي؟ صحيح، وهادشي كنتكلم فيه مع الام ديالي، كان باغي يدير ليا سوربريز. مسكين بحال كتبغي، بحال باغا تبرئ راسها هي ديال انها هي يعني هم ان العائله ديال بابا هما اللي ما مزيانينش، وان اختي يعني كما كتقول هي ان اختي محرشه. فيك اللي كيتعلق بالوفاه الغامضه للوالد ديالك، وكنا سمعنا خواتاتك ابتسام، سمعنا كذلك الاخت اخرى اللي كاينه في فرنسا، بغينا اننا نسمعوك حتى انت وتقدمي نفسك غير المتتبعين، انا خلاص كنعرفك. مرحبا، ربي يخليك. سميتي انا مريم العطور، بنت بابا الله يرحمه نور الدين العطور. انا بنتو من المراه الاخرى، من المراه الاولى، من الام ديالي اللي عايشه في اسبان. وي نعم، من المراه الاولى. اسمحي لي مريم، بغيت نسولك يعني انتيا وقت جيتي لاسبانيا دابا شحال؟ ما بغيتيش شحال في عمرك، شحال جيتي لاسبانيا دابا؟ انا دابا تقريبا 10 سنين وانا في اسبانيا، يعني جيت لهنايا على 17 عام تقريبا. نعم، اذا دابا عندك 27 عام، صافي حسبناها. وي فبلاتي مريم، انت قبل ما تجي لاسبانيا فين كنتي عايشه في المغرب؟ ام كنتي عايشه؟ انا كنت عايشه مع امي اللي يعني جدك، يعني ماما بابا الله يرحمه، ومع عماماتي وحتى بابا. نعم، اذا كبرتي يعني هذيك العشر، ديك 17 سنه من عمرك دوزتيها في الدار ديال الوالد ديالك، اي الدار ديال الوالده ديالو، وكبرتي مع جدك. ربما كتقول لها اسميه اخرى، المهم جدك هي الوالده. امي نعم، كتقول لها امي. وخواتات كورين ابتسام اللي عرفنا بان حتى هي عاشت معك في هذيك الدار هكذا، ياكي صحي ليا؟ اها كانت عايشه ما بين هنا وهنا، ما بين الدار ديال جدك والدار ديال باباك ومراته الاخرى. واكي وخواتات كورين، كيفاش كانت العلاقات البنات اخرين بلا ما تذكري السميات؟ يعني من غير ابتسام، ابتسام يعني السميه ديالها معروفه. معايا ولا مع الاخت ديالي؟ معك دابا انت، يعني انت اللي غتقولي لنا على راسك. معايا علاقة عادية، يعني فاش كنحتاج كانوا كيجيو للدار وهذه علاقة عادية، كنشوفهم كيسلموا كنجلسوا كنا كنلعبوا مجموعين، علاقة بحال الخواتات عادي. خصوصا غادي نزيد ناكد لك بان كتسكنوا في نفس الزنقة، وانا كنعرف الديور بجوج اليوم، يعني كنعرف الدار ديال جداك وكنعرف الدار ديال الوالد ديالك الله يرحمه. وي ما كملاش 4 ديال الدقائق من الدار ديال امي للدار ديال بابا. نفس الزنقة. نعم نعم. وبالنسبه بزاف ديال الناس كيتسالوا، والعلاقه ديالك مع ابتسام بما انكم عشتوا في دار ديال جده، كيفاش كانت العلاقه ديالك مع ابتسام ملي كنتوا صغار؟ علاقه ديال انها واخا اختي من بابا، كانت بالنسبه لي اختي من بابا وماما، يعني كانت اختي ابر اختي الكبيره، كان فيها كل شيء. ودابا كيفاش دايره العلاقه ديالك مع ابتسام؟ مزيانه، يعني واخا البعد واخا جيت انا لهنا بقى الكونتاكت بيناتنا، بقينا كنهضروا، كنسول فيها كتسول فيا، علاقه مزيانه صراحه. وبالنسبه لخواتات اخرين اللي من ما عندي معاهم حتى شي كونتاكت، ما نكذبش عليك، ما كنهضروش، ما حتى حاجه. ما كتواصلوش؟ ما كتواصلش. اوكي اسمح لي، لا ما كاينش تواصل. اسمح لي على السؤال لانني ما عرفتش. وبالمناسبه العلاقه ديالهم مع ابتسام كيفاش دايره؟ العلاقه ديالهم مع ابتسام كانت مزيانه، اخوات مع بعضياتهم كيخرجوا، كانت واحد شويه ديال الغيره فيا انا ولا هي ديالي. علاش؟ مي حتى الاخت ديالي يعني كانت كتمشي للدار ديال بابا. الاخت ديالك ابتسام، سمي لي ابتسام كتهضر. الاخت ديالي ابتسام. وي كانت كتمشي للدار يعني عند ماما، عند امها، عند فاطمه.
عند ماماها. وي عند ماماها. وانت ما كتمشيش؟ من بعد المره حتى كيخرجوا، كتخرج اختي، واختي ابتسام كتخرج مع اختها يعني بدون ذكر الاسماء. الاسماء اوكي. وانت ما كتمشيش بحكم بانك بنت المراه الاخرى، دونك كتكون الغيره حتى ديال المراه الاخرى وربما هذا هو السبب. انا بعض المرات كانت واخا كنت كنمشي، مي راك عارف يعني بنت مراه واحده اخرى ربيبه كما كنقولوا. فهمت. واخا خلينا من هذا الشيء، العلاقه ديالك مع الوالد ديالك المرحوم السيد الكولينير عطور الله يرحمه ويسعد عليه. الله يرحمه. علاقه كان فيه اب، كان فيه صديق، كان فيه اخ، كان فيه كل شيء، يعني اب اللي تمناه اي بنت. والزوج كيفاش؟ والزوج اللي تمناه اي مرأة، كنتي قلتي لي في الكواليس. والزوج اللي تمناه اي مرأة، وي الزوج انا كنت كنقولها للاب ديالي، كنقول ليه انا ما كرهتش نتزوج راجل بحالك. سبحان الله. يعني جينا غير راجل بحالك هذاك هو النهار وما فيه. الله يرحمه ويستر عليه. يعني ما نطلب حتى حاجه اخرى الله يرحمه. على كل حال غادي نفرقوا هذا اللي سميتو العلاقه ديالك به في المغرب، بان تكلمتي لي ويمكن لك تعاود تقوليها، يعني بان العلاقه ديالكم مع باباك في المغرب، يعني باباك وصاحبك وخوك وفيه كل شيء. بابا وي كيجي، وكنت لدرجه بعض المرات كنتسناه انا والاخت ديالي ابتسام. الله يجعلو يرجع من الخدمه مع 3-4 الصباح كنبقاو فايقين حتى كيبغي يدخل طوموبيل للكراج، كنبقاو نتسناو وكنهبطو. يعني كانت واحد العلاقة، واخا ما ساكنش معانا يعني في نفس الدار، ولكن كانت واحد العلاقة قوية ما شاء الله. واخا يعني درجات كنا كنتسناوه. كملي كملي مريم، لا بغيتي تكملي كملي. درجات هكا كنا كنتسناوه فاش كيجي عندنا، يعني راه كانت ما كتقدنا فرحة. يعني باش نوضحوا للناس، الشابة اللي كتكلم هي مريم من زوجة أخرى للكولينير المرحوم عطور نور الدين، وكذلك كاينة ابتسام اللي من المراد من الحاجة فاطمة اللي كتواجدوا بجوج بهم هاد البنات، كل وحدة أمها يعني بوحدها، وكيتواجدوا في الدار ديال جداهم أي الأم ديال باباهم، وعاشوا مجموعين. وعودت لي في الكواليس يمكن نلخص باش ما يعني انه عاشوا مزيان مع بيناتهم مع اختها الكبيره اللي هي ابتسام، اللي اصبحت دابا معروفه يعني في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما دارت ما خرجت يعني كطلب الحق ديال الوالد ديالها او تبيان ديال الحقيقه باش توفى الوالد ديالها. وكذلك مريم اللي قالت لي صحابات وخواتات الى يومنا هذا، لا ملي كانت مريم بقى عايشه في المغرب ولا ملي خرجت، هذه سنوات اكثر من 10 سنين. واخا اسمحي لي يا مريم، العلاقه ديال باباك تكلمتي لي عليها في المغرب، كاي اب وكاي بنت كتسنى بابا باش يجي، وقلتي بان فيه يعني الاب والصديق والاخ، وتمنيتي حتى زوجك المستقبلي يكون يعني في هذه المعايير وهذا يعني الاشياء الحسنه اللي كاينه في الوالد ديالك الله يرحمه. من بعد ملي جيتي لاسبانيا، واش بقى العلاقه، واش بقات علاقة بينك وبين باباك الله يرحمه، أو لا انقطعت غير ملي كتمشي للمغرب أو كتسمعوا مرة؟ هذا سؤال. واخا كنت جيت لهنايا وكانت شوية صعيبة الصراحة أنني نتفارق على الأب ديالي، تفاجئت لهنايا بقينا أون كونتاكت، كيعيط ليا السيمانة كاملة، والآخر السيمانة كان كيعيط ليا كنجلسو بالسوايع كنهضرو، كيسول فيا بنتي واش خاصك شي حاجة، بنتي ديها في قرايتك، يعني واخا البعد كان كيشجعني على القراية، كيشجعني على الحلم ديالي اللي كنتمنى انني نحققه وغادا نحققه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انني نولي شرطيه بحالي بحال الاب ديالي، ولكن هنا في الاسبان. يعني بقات ديك العلاقه واخا هكاك زادت قوات كما نقولوا. يعني ان فوا كنهبط للمغرب لابد نمشي نشوف بابا، نشوف العائله. اصلا ملي كتمشي للمغرب، اصلا ملي كتمشي للمغرب قلتي لي كتمشي لدار امك، يعني جداك الوالده ديالو. الله يرضي عليك. نعم. الصحة والله يخلي لها صحيحة. آمين يا رب. حاجة أخرى، بزاف ديال الناس كيقولوا بأن يعني الوالد ديالك كولينير، وقبل ما يعني يترقى وداك الشيء،
يعني طرح هذا الشيء في مواقع التواصل الاجتماعي بان كيصرف على اولاده وكيصرف عليك انت وعلى دار اخرى وعلى الوالده ديالو. واش هذا الشيء بصح كيفاش كان؟ انا كنعرفو بان يعني كنعرفو كانسان ولكن كنسولك ما كاينش اللي يعرفو اكثر منك اللي باباك. هاد الشيء بصح ما كان مخصصني من حتى شي حاجه، ولدرجه انا هنايا في الصيف كنت كنقابل لي بيبي تما في اسبانيا. باش ناكدو، سمحي لي يعني مريم كتكلم معنا من اسبانيا، عايشه في اسبانيا هذه 10 سنين، دونك كتعيش في اسبانيا كتقرا هذه 10 سنين وهي في اسبانيا. فقالت لينا كملي هضرتك، قلتي بانك ملي جيتي لاسبانيا يعني كيصرف عليك. منين جيت لهنايا يعني كانت ابر العلاقه، كان كيصرف عليا، ما كان مخصصني من حتى شي حاجه الحمد لله. اي حاجه بغيتها يعني كنلقاها موجوده، واخا البعد واخا هادي، لدرجه انه انا كنت كنقابل هكا عندنا في الدار لي بيبي، ويعني كنحاول بحال نقولوا نجمع مصاريف ديالي. تعاوني على القرايه. مين الاب ديالي بالعكس كان كيعيط لي كيقول لي لا ما تخدميش، وانا اللي بغيتي يعني واخا غير في الدار يعني خدامه من الدار ما خارجه ما حتى حاجه يعني مقابله غير لي بيبي. بالعكس كان كيقول لي لا وانا نصيفط لك اللي بغيتي مسكين، يعني ديها غير في قرايتك مسكين الله. يعني ما عمرني في حياتي شي كيفاش كنت عايشه تما في المغرب، كيفاش جيت لهنايا ما عمرني في حياتي كنعقل حليت فمي على شي حاجه وما حضرتش ليا لا انا لا الاخت ديالي. سبحان الله. سمعت واحد الخبر اخر، ما كنخصنا ما حتى شي حاجه. تفضلي كملي اسمحي لي. قلت لك الحمد لله زعما ما كنخصصنا من حتى شي حاجه. بالمناسبه غير باش نوضح للناس اللي كيشوفونا بان مريم كتواجد في اسبانيا، ان الوالده ديالها اي يعني الزوجه الاولى ديال المرحوم نور الدين العطور كتواجد في اسبانيا يعني كمهاجره منذ سنوات يعني من اللي طلقت. غادي نمشيو ليها من بعد، ولكن بقي معنا مريم. انا بغيت نسولك واحد السؤال اخر اللي زعما سمعنا ان كان كيوجد في هذه المرحله الاخيره قبل الوفاه ديالو باش غادي يجي لعندك، يعني لما قالوا لي بقات شي في ذوك الشهور كان كيوجد بغى يجي يشوفك في اسبانيا يزورك في اسبانيا، واش صحيح ولا غير هضره هذا الشيء؟ صحيح، وهذا الشيء كنتكلم فيه مع الام ديالي، كان باغي يدير لي سربريز. مسكين كان كيتكلم مع الوالده ديالك اي طليقته، سمعوا مزيان تكلم مع الطليقه ديالو باش قال ليها راه كانت واخا يعني تفارقوا راه كانت لا غولاسيون كانت مزيان. غادي نجيو ليها غير يعني ان يعني المرحوم شوف يعني لك العلاقه ديال الاخوه، وحتى ملي تكلمت مع الزوجه ديالو السابقه من اطيب خلق الله لا فهضرتها في الادب والصوب كيبان ولاد الناس من شكلهم من طريقه الهضره ديالهم، وكيتواصل معنا بيناتهم من طبيعه الحال هذه البنت اللي كنتكلموا عليها اللي هي مريم. وكان باش نلخص لكم باش نخلي مريم ترتاح بينا، وكان كيوجد غادي يطلع لاسبانيا وقال لي بالحق ما تقوليهاش للبنت بغيت ندير لها مفاجاه، يعني كان كيوجد باش غادي ياخذ الكونجي وغادي يخرج لاسبانيا كونجي وغادي يدير هذا السوربريز لبنته، وقدر الله ما شاء وما تمكنش يعني انه يزورها في اسبانيا رغم كما قالت مريم ان رغم انها كتعيش في اسبانيا ولكن التواصل بيناتهم يعني هاتفيا بشكل يومي وفي نهايه الاسبوع يعني كيكونوا مكالمات طوال من طبيعه الحال ملي كيكون جالس من الخدمه. مريم انا بغيت نخليك انت الى عندك شي حاجه اللي بغيتي تبلغيها الراي العام، لان من بعد غادي نتكلموا مع الوالده ديالك، من بعد منك غادي نتكلموا مع الوالده ديالك ويمكن لك ترجعي يعني بعد الا بغيتي ترتاحي نتكلم مع الوالده او عندك شي حاجه تضيفيها. انا اللي بغيت نقول كيفاش توقيتي بلاتي كملي هضرتك سمحي لي لا كيفاش تلقيتي الخبر ديال الوفاة ديال الوالد ديالك؟ لان عاودتيها لي في الكواليس ولكن بغيتك تعاوديها للناس كما عاودتيها لي انا البارح اللي تكلمنا واحد المكالمة اللي فيها 6 ديال السوايع، 6 السوايع حنا كنهضروا البارح. بغيتك تعاودي لي كيفاش تلقيتي الخبر ديال الوفاة ديالك كما عاودتي لي البارح، وكيفاش باش مشيتي وشنو ومن بعد غنفكر كان نسيت شي حاجه انك عاودتي لي البارح يعني بأريحية. مرحبا. انا كنت كنعقل نهار الحد كانت عندنا هنايا العشره، كانت بنات كيقراو معايا عرضت علينا وحده يعني سبليونيات ماشي حتى مغربيات،
عرضوا عليا باش مشينا كنشويو يعني هكا كنتغداو البنات مع بعضياتنا. كانت وصل باتصال ديال عمتي وكنلقى ابل فيديو كتهضر معايا مرت عمي هي اللي هضرات معايا الاولى كتقول لي جلسي انا هادشي اللي عاقله عليه حتى من بعد راه ما نقلع على والو. انت دابا في اسبانيا اسمحي لي باش نبنيو, انت في اسبانيا مع صحاباتك خارجين كتشوف شي بلاصه كما كيديروا هنايا, حتى جاتك هذه المكالمه من عمتك اللي قالت لك قعدي للارض راه بغيت نهضر معاك هكذا. مرت عمي هي الاولى اللي هضرات معايا قالت لي جلسي للارض راه بغيت نقول لك شي حاجه, انا كنسمع الغوات وداك الشيء صافي وليت كل اللي كنترعد كنقول لها شنو واقع يعني انا تخلعت انا ما جانيش كاع في بالي ان الاب ديالي حسبت جدك ما جانيش في بالي صراحه ما جانيش وصافي. من بعد شد التليفون يعني قبل ما نجلس ما وصلش حتى نجلس انا بالخلعه وداكشي كل وليت كنترعد شد التليفون عمتي وقالت لي عاقله قالت لي مشى حبيبي مشى خويا. انا في ديك اللحظه كنشوف التليفون بديت كنبكي كنقول لها لا لا ميمكنش 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 يعني وطحت كنغوت. قالوا لي البنات كنهضر العربيه البنات واخا بغاو يهزوا التليفون ما كيعرفوش يهضروا بالعربيه يعني كما قلت لك راه سبليونيات. عيطوا البنات لومبيلونس حيت شدني كخيس عيطوا البنات لومبيلونس جات لومبيلونس داتني. خالتي كانت سمعت عندي خالتي فرنسا سمعت الخبر عيطت لماما في الخدمه قالت ليها قالت ليها الاخر واش هادشي اللي واش هادشي اللي سمعت بصح وديجا كانت عيطت عمتي لماما. نعم اللي هو الوفاه دويده ديال الوالد ديالك عفوا هي الوفاه ديال الوالد ديالي وي. وكانت عيطت عمتي عيطت حتى لماما قالت لها عتقي بنتك يعني ماما فاش اتصلت بتليفوني وداكشي جاوبوها البنات قالوا ليها في الى سبيطار انا كاينه. جات ماما كنبكي كنقول ليها بغيت بابا بغيت بابا. المهم كان عندي مشكل في الباسبور كانوا فاليا ما رديتش له البال يعني ونهار الحد راك عارف القنصليه كيكونوا سادين كان اوبليجي نتسنى حتى نهار الاثنين. انا كنقول غير لماما الحاجه الوحيده عاقله صافي صيفطوني حاجه صيفطوني صافي يعني تقولي البراوات وداكشي باش نتهدل صيفطوني للدار. انا حاجه الوحيده اللي بقات في فمي كنقول لماما بغيت بابا ما يدفنوش بابا بغيت نشوفه باش نتاكد حيت بالنسبه ليا ما يعني راه دازت سنين ولكن بالنسبه ليا ما متيقاش بلاتي من واخا من واحد الناحيه انا ما متيقاش. اسمحي لي الوقت اللي خبروك بالوفاة واش قالوا لك باش توفى ولا غير قالوا لك توفى وصافي ما قالوا لك شنو ما قالوا لك لا قالوا لي انا اللي عطلت سمعت اللي ديت في ودني ديت ان حبيبي مات خويا مات عاد ما نعرف من بعد غدا نعرف باش مات الاب ديالي عرفت انها اكسيدون في الاول يعني وصلت للدار كنقول لماما عيطي ماشي سوقي عيطي انا بغيت نشوف بابا ما يدفنوش. فاش سقت الخبر ان الاب ديالي تدفن شدتني عاوتاني كراز واحده اخرى جيت للسبيطار عاوتاني وكل شيء. المهم ماما مشات دفعت لي الاوراق نهار اثنين ما بغاوش يعطوني لوتوريزاسيون يعني ما عطاو لي حتى نهار ثلاثه يعني في القنصليه انا فاش كان خاصني نسني شي وراق وداك الشيء مشيت يعني انا كلي كنترعد ولدرجه غوت على السيد اللي شاد الدوسي ديالي قلت له انا ماشي سوقي قلت له انا عطيوني اي حاجه المهم بغيت نهبط خاصني نهبط اليوم قبل ما نغدى مي ما كتب حتى النهار الثلاث عاد باش نهبط. اوكي بلاتي واحد الحاجه مريم قبل ما تبدا في موضوع اخر انت ديك الساعه المهم اللي سقتي بان الوالد ديالك توفى دونك باقي ما عرفتيش باش ولا كيفاش بمن اتصلتي باش قلتي لهم؟ نعم قلت لك حتى من بعد فاش جيت للدار عاد كانوا قالوها الام ديالي واخا بمن اتصلتي؟ بابا دار اكسيده بلاتي بمن اتصلتي باش قلتي لهم يعطلوا الدفن حتى تلحقي به يعني لانك كتعيشي على برا يعني ياخروا الدفن حتى تلحقي عليه بمن اتصلتي؟
ما عرفش هذيك الام ديالي اللي كانت كتصاصل، حيت انا كنت في واحد الحاله يعني اللي التليفون ما قدرش نشدو بيدي، يعني كما قلت لك راه كانت ضاربين لي الشوكه، وكنت بحال نقول مدروقيه، يعني الحاجه اللي كتخرج من فمي هي هادشي، ما يدفنوش، بغيت نشوف بابا. لان الوقت انت اللي تلقيتي الخبر مع هاد صحاباتك الصبليونيه، يعني طاح لك التليفون وغيبتي. الصبليونيات ما كيعرفوش، حتى هزوا التليفون ما عرفوش يتواصلوا مع داك كيهضروا من المغرب، وبالتالي جات لابيلانس داتك للسبيطار هكذا ياكي. اها. ومن بعد انت فاش بغيتي تسافري لقيتي الباسبور طبيعه الحال انتهت الصلاحيه اللي ممكن لك تسافري بيه، وكيخصك لي سي باسي باش تمشي، والقنصليه مسدوده النهار الاحد، فبالتالي يعني حتى الاثنين ولا الثلاث غادي يوجد لك داك الشيء. اوكي. من بعد مشيتي وصلتي تما اثنين ولا ثلاث؟ ثلاث مشيتي ثلاث. نهار ثلاث عاقله بالليل. عاود لينا عافاك، ملي وصلتي ثلاث على كل حال باش غادي تمشي للدار تاع الزي، عاود لينا هاد التفاصيل اللي عاودتي لي البارح. فاش وصلت كان جا ولد عمتي، هو اللي جا تعرض لينا في المطار، ولد عمتي واحد صاحبه. المهم فاش خرجت انا بعدا من المطار كنقلب، قلت له فين هو بابا، يعني يقدر يكون غير توحشني وعليها دار هاد الشيء كامل، يعني بالنسبه لي ديك الساعه راه باقا راه ستوريا اللي اخترعها بابا باش يشوفني. يعني شي حوايج انا هادشي اللي بدا كيتخيل ليا راسي. المهم مشينا، هزني ولد عمتي، مشينا للدار ديال بابا الله يرحمه. كنشوف القيطون كانوا تما يمكن حاطين الرجال، ودخلت مع الباب عاقله غير انه من جهه شداني ماما، الجهه الاخرى ما عرفت شكون اللي كان شادني، حتى رجلي ديك الساعه صافي ما بقاوش هازيني، رجلي في سلوفة صافي، فاش كتشوف القيطون وكنسمع القران والناس يعني صافي، واحد العقل كيقول لي صافي مريم توقضي، راه هادشي اللي قالوا راه بصح واقع، يعني ما تبقايش غير تقولي ان في العقليه ديالك، راه مخي راه كيتخايل لك. يعني انا عاقله على الام ديالي شداني، وما عرفتش شكون الشخص الاخر اللي كان شادني من الجهه الاخرى، ودخلت من الباب الكولوار، بعدا تلاقيت زوجة الاب ديالي اللي يعني واخا نقولوا الربيبه، يعني في ديك اللحظه راه ما كتبقى لا ربيبه لا مرت الاب لا راه مرات راجلي لا حتى شي حاجه. كيولي عزو، يعني كيكون العزو صافي، يعني راه تعنقاك تبوسك صبري يا بنتي شدي في راسك نو. وهذا الشيء قالته لك فاش دخلتي، يعني فاش دخلتي للدار ديال العزو دارتو معك مرات الوالد؟ لا سلام لاباس راه الناس الفوق. ما سلمتش عليك، ما نكتيها، ما بكات، ما انا عاقله كيطلعوني رجلي كيضربوا ليا في الدروج، ما عنق حتى واحد، كنشوفها هي كنقول لك قدامي لابسه كلها لابسه البيض. هادشي اللي عاقله عليك. حتى من بعد عاد الام ديالي كانت قالت لي شي حاجه اخرى وقعات، يعني ما من بعد ما عجبنيش انا الحال بزاف. اوكي، هذا كل ما جرى في المغرب. شحال بقيتي في المغرب مورا الوفاه ديال الوالد ديالك مريم؟ شحال بقيتي في المغرب؟ بقيت اكثر من جوج سيمانات حتى داز يعني العزو وداك الشيء، ومن بعد رجعتي. واخا. ومن بعد وقتاش يعني سمعتي بهذا الشيء ديال انها جريمه قتل وماشي حادثه سير؟ انا نقول لك واحد الحاجه، انا فاش سمعت انه حادثه سير ويعني في الدار بديت كنتكلم، وهذه ما دخلش ليا لراسي. يعني هذا بدا الشك من يعني من عندي قبل ما نسمعها، من عند الاخت ديالي ومن عند العائله بدا الشك من عندي، انا بديت كنشك، يعني كيف يعقل ان بابا كيمشي بشويه كيدير ديما الصمته، كيحكر علينا نديرو الصمته، يعني ماشي شي واحد اللي نقولو متهور. يعني ما بغاش تدخل لي راسي انا كيفاش بابا دار كسيده ومات. يعني ما ومن بعد كان اتصال مع الاخت ديالي، وعاودت لي على الشكوك ديالي واكدتهم ليا. ومن تما وانا واقفه مع الاخت ديالي ومع العائله ديال بابا.
اللي واقفه معها باش كتقلبوا على الحقيقه، يعني تبيان الحقيقه ديال الحقيقه واخا بعيده وشحال من حاجه كنساندها. وراه قلت لك راه حنا اكثر من خواتات، انت وابتسام. انا وابتسام ما بغيتش نسولك، لان بعض الناس، سمحي لي، بعض الناس اللي كيقولوا لي، بعض الناس اللي كيقولوا لي خليها تهضر، راه كنسير الحوار وبالتالي عارف فين غادي بالموضوع، وراه هضرنا في الكواليس 7 سوايع. الا انت الله طلعتي غتفرج دابا، ما فهمتش انا، ما فهمتش. شي واحد كيشوف شي جزئيات، راه حتى داك اللي كيهضر راه كيقدر